ممكن يجي بكذا طريقه، اللي هو apartment او my new apartment. my new apartment. طيب ممكن يجي لي بطريقه ثانيه my house. خلاص كده، او my bedroom. الثلاثه دول نفس الفكره، يعني كل الجمل هتبقى قريبه من بعض. فرض ان جالي ماي هاوس، يبقى انا هكتب على بيتي ماي ابارتمنت شقتي، ماي بيدروم اوضتي. المهم كل الموضوع اللي انا بتكلم عن البيت بتاعي او المكان اللي انا بعيش ايه بعيش فيه. تمام كده، ها ماي هاوس ماي نيو ابارتمنت ماي بيدروم. اول جمله هقول اي ليف. طبعا الاماكن دي كلها انا بعيش فيها او بقعد فيها، يبقى اول جمله هقول اي ليف ان، واقول الحاجه اللي هو ذكرها لي. مثلا لو قال لي هاوس ان ا بيج هاوس، طب لو قال لي ابارتمنت ان ا بيج ابارتمنت، لو قال لي بيدروم يبقى ان ان ا بيدروم. بس بيدروم هتبقى هاف بقى، اي هاف ا بيج بيدروم. يبقى الهاوس والابارتمنت هقول اي ليف. ليه؟ لان ده المكان اللي بعيش فيه. طب لو جالي بيدروم هقول اي هاف ا بيج بيدروم، انا عندي اوضه كبيره، او انا عندي منزل كبير، او انا اعيش في منزل كبير، او انا اعيش في شقه كبيره. يبقى هتبقى نفس الجمله بس هغير الاسم اللي هو جايبه لي. جالي هاوس، جالي ابارتمنت، جالي بيدروم. تمام كده، خلاص كده ابدا اذكر بقى الحاجات اللي في البيت بتاعي. يعني مثلا في البيت بتاعي عندنا كام اوضه، عندنا مثلا ليفنج روم، عندنا بلكونه، عندنا مطبخ، المكان اللي انا بقعد فيه او المكان اللي انا برتاح فيه ايه، وهكذا. طيب عايزه اقول احنا عندنا، لو اتكلمنا عن الشقه او البيت، هقول مثلا احنا عندنا كام اوضه في المنزل. وي هاف، طبعا عندنا يبقى هاف عشان الفعل عندي وي او اي هاف برضه. وي هاف 3 رومز، خلينا فور بقى عشان بيت كبير. فور رومز، عندنا اربع حجرات. وي هاف فور رومز. طيب انا بحب اقعد فين بقى؟ اي لاف سيتنج ان، واقول المكان اللي انا بحب اقعد فيه. مثلا اللي هيقول ماي بيدروم في اوضتي، او ليفنج روم، أو بالكوني. ها، يبقى الجملة اللي بعديها أنا بحب أقعد فين، وأختار أوضة من الأوض أو مكان من المكان اللي أنا بحب إيه؟ بحب أعيش فيه، سوري أقعد فيه أو أرتاح فيه. تمام كده؟ اللي بيحب أوضته هيكتب ماي بيدروم، اللي بيحب الليفينج روم هيكتب ليفينج روم، اللي هيحب البلكونة هيكتب بالكوني. خلاص كده؟ يبقى انا بحب اقعد في البلكونه. عايزه اقول انا بستريح على الكنبه. I can relax. I can relax on a couch. او صوفا، الكنبه، او armchair. اي حاجه من الايه؟ الحاجات اللي انا بقدر ارتاح عليها. خلاص كده؟ يبقى I live in a big house. We have four rooms. I love sitting in. واقول المكان اللي انا بحب اقعد فيه. I can relax on a couch. بقدر ارتاح على الايه؟ على الكاوتش اللي هي الكنبه. عايزه اقول بقى عندنا مطبخ جديد او اشترينا فرن جديد، زي نستخدم كلمه اوفن. ها هقول ايه؟ We have a new oven in the kitchen. جبنا في المطبخ فرن ايه؟ جديد. We have a new oven in the kitchen. جبنا فرن جديد. في حاجات كتير اقدر اتكلم عليها، بس احنا كفايه كده على قد اللي احنا محتاجينه. خلاص كده؟ يبقى لو انا عايزه اقول انا عندي هقول ايه؟ او احنا عندنا هقول ايه؟ We have. طب عايزه اقول انا اعيش هقول ايه؟ I live. طيب عايزه اقول انا اقدر اعمل كذا؟ I can. واقول الفعل في المصدر I can relax.
I can say I can watch TV. أقدر أتفرج على التلفزيون. In the living room. ممكن أزود الجملة دي. I and we أو we بقى كلنا. We can watch TV in the living room with my family. كلنا بنقعد نتفرج على التلفزيون في living room with my family. يبقى دوت لو جاب لي باراجراف قال لي ممكن نقول حاجات كتيره خالص بس ده كفايه، ده بالنسبه لكم انتوا كفايه. خلاص كده؟ يبقى اقدر اتكلم عن البيت بتاعي، البيت بتاعي حجمه ايه؟ سمول اور بيج، وبعدين هاو ميني رومز، عندي كام روم، الروم اللي انا برتاح فيها او بحب اقعد فيها، بقدر اتفرج على التلفزيون فين، المطبخ عندي عامل ايه او في ايه الحاجات الجديده اللي عندي في الايه؟ في المطبخ. ده لو انا هتكلم عن الهاوس والابارتمنت. طب لو قال لي البيدروم الاوضه بتاعتي، يعني هختار الجمل اللي انا اللي تنفع في الاوضه، يعني اي لاف سيتنج اون ماي بيد دي ممكن تنفع في الاوضه، اي لاف ماي بيدروم انا بحب اوضتي، اي كان ريلاكس اون ذا كاوتش بستريح على الكنبه، اي هاف ا بالكوني ان ماي بيدروم عندي بلكونه في الايه؟ في الاوضه بتاعتي. خلاص كده؟ اي هاف ا ووردروب عندي دولاب ملابس، وابدا بقى اذكر الحاجات اللي عندي في الايه؟ في الاوضه بتاعتي بجمله ايه؟ اي هاف. I have واقول اسم الحاجة اللي موجودة عندي في الأوضة، أنا عندي مراية I have a mirror، أنا عندي دولاب I have a wardrobe، أنا عندي كرسي ذو ذراعين I have an armchair، وهكذا. أذكر بقى أقعد أعدد الحاجات اللي في الأوضة إيه بتاعتي. يبقى ده سواء جالي house apartment my bedroom هتبقى نفس الموضوع، أنا عندي أو إحنا عندنا في البيت كذا أو إحنا عندنا في الأوضة كذا، واذكر الحاجات اللي احنا ايه اخدناها. سهله ولا فيها مشكله؟ ده بالنسبه للباراجراف. ممكن يجي لي بقى بكذا طريقه. ممكن يجي لي يقول لي بليس وير يو ليف، بليس وير يو ليف، المكان الذي تعيش فيه. ده كلها عناوين مختلفه لباراجراف واحد، كلها نفس الباراجراف ده. قال لي المكان اللي بتعيش فيه، قال لي البيت اللي بتعيش فيه، قال لي الاوضه اللي بتقعد فيها، قال لي الشقه اللي بتقعد فيها، كلها المكان اللي انا بعيش ايه؟ بعيش فيه. ها فيها اي مشكله؟ ماشي. ده بالنسبه للمكان اللي بعيش فيه. سنه خمسه ماي فيفورت انيمال، ان انا اتكلم عن الحيوان المفضل. ماي فيفورت انيمال، حيواني المفضل. خلاص كده؟ أول حاجة لازم أحدد حيوان يعني أنا بحبه، كل واحد يحدد حيوان هو بيحبه، والجملة اللي هبدأ بيها هقول my favorite animal is، وأحدد بقى اسم الحيوان اللي أنا اخترته، يعني مثلا حد اختار الباندا، حد اختار الكانجرو، حد اختار اللاين، حد اختار الفارود، حد اختار الباك، المهم ان انا احدد حيوان اقدر اتكلم عنه. طيب اول جمله هبداها ايه؟ My favorite animal is باندا مثلا، باندا. اللي عايز يغير مفيش مشكله. اللي عايز يكتب كامل. اللي عايز يكتب مثلا باروت. ها خلاص؟ المهم ايه؟ ان احنا نختار حيوان نقدر نتكلم عليه. يبقى My favorite animal is باندا، خلونا نتكلم عن الباندا. خلاص كده؟ يبقى حيواني المفضل هو الباندا. نيجي بقى انا بشوف الباندا فين؟ المكان اللي انا بشوف فيه الحيوان ده. خلاص كده؟ فرض ان انت كتبتي قطه، ما فيش حاجه اللي اسمها كات، هتقولي بقى انا عندي قطه في البيت. اما في حيوانات ما ينفعش تبقى عندنا في البيت زي الباندا زي الكانجرو زي الحاجات دي، اللاين ما ينفعش تبقى في البيت. يبقى اقدر اشوف الباندا فين؟ بشوفها فين؟ في الزو. اي سي باندا at the zoo. في ايه؟ في الحديقة او in the zoo بقى، خلونا in the zoo. يبقى اقول حيواني المفضل هو ايه؟ وبعدين اقول المكان اللي بشوفه ايه؟ بشوفه فيه. خلاص كده؟ بعد كده ابدا اقول الباندا دي او الحيوان ده لونه ايه؟ اللون بتاعه ايه؟ باندا is black and white. black and white. يبقى بعد كده اروح للون الحيوان، اللون بتاعه عامل ايه؟ بعد كده الحيوان ده بياكل ايه؟
طيب الحيوان باندا بتاكل ايه؟ ها باندا ايتس، باندا ايتس بامبو، اللي بتاكل نبات الايه؟ الخيزران اللي هي البامبو، يبقى باندا ايتس بامبو. يبقى قلت حيواني المفضل هو الباندا، الباندا بشوفها في الزو لونها ابيض واسود وبتتغذى على نبات الايه؟ نبات البامبو. الموطن بتاعها اصلا هي بتعيش فين؟ ها؟ في تشاينا. باندز ليف ان تشاينا، باندز ليف ان تشاينا، طبعا المكان الاصلي بتاعها هو الايه؟ هو الصين. يبقى دوت للحديث عن الحيوان، اللي عايز يغير مفيش مشكله، اللي عايز يكتب عن الكامل برضه الكامل هيبقى سهل جدا. كامل هيبقى سهل جدا برضه. My favorite animal is a camel. I see camel. ممكن بقى اشوف بقى الكامل، ممكن اشوفه في البيراميدز في الاهرامات، ممكن بيبقى في الصحراء in the desert. Camels live in the desert. Camels eat بياكلوا ايه؟ بياكلوا البلانتس النباتات. خلاص كده؟ والحاجات دي كلها بنقدر نتكلم عن اي حيوان، كل واحد يحضر حيوان يقدر يتكلم عنه. طب هتكلم عن ايه؟ عن لونه، بياكل ايه، بشوفه فين. خلاص كده ده الجزء بتاع الفيفوريت انيمال. الهاني هيجيب لي مثلا كلمتين زي مثلا تريد وومز، تريد وومز صوت وكيل بكتيريا. ممكن يجيب لي الكلمتين دول اتكلم عنهم. ها عايزه اقول العسل مهم. هاني از، هاني از امبورتانت. ها هاني از امبورتانت، العسل مهم. العسل ده يعتبر ايه؟ يعتبر طعام، فود. هاني is a food او honey is food. وايه كمان؟ وعلاج. علاج يعني ايه؟ كلمه علاج خدناها treatment. برافو عليك. food and treatment يبقى طعام وعلاج. treatment يبقى honey is important. honey is food and treatment. يبقى الهاني ده يعتبر مهم لانه طعام ودواء في نفس الوقت. نبدا بقى نستخدم الكلمات اللي هو جايبها لنا اللي هي تريت وومز. يعني ايه تريت وومز؟ ها يعمل على التئام الجروح او يعالج الجروح. كلمه وومز يعني جروح. هقول هاني تريت وومز، العسل يعمل على التئام الجروح. يبقى هاني تريت وومز. ونفس الجمله الثانيه اللي هي كيل بكتيريا، اقول ايه؟ honey kills bacteria. honey او can، honey can kill bacteria. العسل كمان بيقضي على الايه؟ على البكتيريا. ها خلاص كده؟ طيب عايزه اقول العسل مفيد للكحه او بيعالج الكحه. ها نقولها ازاي؟ honey ها treats cough. honey treats cough، العسل يعالج الايه؟ الكحه. او عايزه اقول هو جيد في الكحه. is good for cough. honey is good for cough، جيدة للايه؟ بيحسن الايه او بيقلل الايه؟ الكحة. وفي الاخر اقول I like honey، انا بحب الايه؟ العسل. وعايزة اقول العسل ده طعمه ايه؟ honey is sweet، طعمه ايه؟ مسكر. honey is sweet او طعمه حلو. تمام كده؟ يبقى ده الجمل السهلة خالص. انا ما اخترتلكوش الجمل يعني اللي هي الايه؟ الكلكعة الكبيرة. جمل سهلة خالص، اي حد يقدر يكتبه.
انا بحب العسل، العسل مفيد يعني.